ولو تساءلنا الله عز وجل ماذا يعطينا؟ يعطينا نعما دنيوية، يعطينا الصحة، يعطينا القوة، يعطينا المال، يعطينا الجمال، ويعطينا نعما إيمانية، يعطينا السكينة، يعطينا الأمن، يعطينا الرضا، يعطينا السعادة، يعطينا نعما لا تعد ولا تحصى. لكن نعم الله عز وجل ما كان منها في الدنيا تنقضي بانقضاء الدنيا. فلذلك يقول الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. جاء الجواب مع الردع: كلا، يعني يا عبادي ليس عطائي إكراما في الدنيا ولا منعي حرمانا، عطائي ابتلاء وحرماني دواء. فلذلك الله يعطي الصحة والذكاء والقوة والجمال والمال، هذه للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. يعطيك نعما إيمانية، يعطيك الرضا، أنت راضي عن الله، راضي عن نفسك، بمعنى قبلت قضاء الله وقدره، راضي عن ما نزل بك من محن ليقينك القطعي أن هناك حكمة بالغة. فلذلك أيها الإخوة، حينما نؤمن أن كل شيء بقضاء من الله وقدر، وأن الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن، وإن الإيمان بالقدر نظام التوحيد، ولكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان. ولا ينبغي للمؤمن أن يقول لو، ليس في قاموس لو، ليس في قاموس المؤمن كلمة لو. لو لم أسر بهذا الطريق لم يقع الحادث، هذا طريق مسدود، لكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان. والله عز وجل حينما يقول أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، من أدق معاني هذه الآية أن ذكرك لله عز وجل، وأن الله يذكرك، لكن ذكر الله لك أكبر من ذكرك له. أنت إذا ذكرته أديت واجب العبودية، لكنه إذا ذكرك أعطاك الأمن، والأمن نعمة خاصة بالمؤمنين. إذا ذكر الله لك أكبر من ذكرك له، إن ذكرك منحك الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ذكر الله لك يمنحك السكينة، سعادة ما بعدها سعادة لا يعرفها إلا من ذاقها. إذا ذكرك الله عز وجل أعطاك الرضا. فلذلك الله عز وجل يعطي نعم دنيوية ويعطي نعم أخروية، أو يعطي نعم إيمانية. النعم الإيمانية تسعد بها إلى أبد الآبدين، النعم الإيمانية، والنعم الدنيوية تنقضي بانقضاء الدنيا. فلذلك ليس عطائي إكراما.